لبعض الشخصيات التي تترأس هذه المؤسسات الأممية، ومنهم الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، إلا أننا نرى وبوضوح وبالرغم من المجهودات الكبيرة غياب التأثير الفعال. إن إيقاف ما يحدث في فلسطين والمنطقة من انتهاكات هو مسؤولية الجميع، وبالدرجة الأساس مجلس الأمن الذي فشل في تحقيق أهم أهدافه وهي الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وفي فلسطين المحتلة اليوم نحن إزاء شعب يتعرض إلى اعتداء من قوة عسكرية محتلة تهجر الملايين بلا رادع وتقتل الآلاف، ويجري الحديث علنا عن تجويع جماعي لإبادة هذا الشعب وعن استخدام أسلحة نووية للقضاء عليه من قبل مسؤولين كبار في الكيان المحتل دون أي إجراءات رادعة، ولم يلتزم المجتمع الدولي أو أي من أعضائه بمسؤولية الحماية الواجبة عليهم وفق القانون الدولي. حرم الشعب الفلسطيني من حق العيش بكرامة في دولة كباقي الشعوب وسط عجز عالمي معيب، بل يجري تمكين المجرمين من التمادي والإيغال وتوسيع الصراع والهجوم على الآخرين من خلال دعمهم وضمان إفلاتهم المتكرر من العقاب. وكما شهدنا المزيد من الاستهتار الذي جعل القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن مجرد حبر على ورق في سلسلة اعتداءات على دول المنطقة واحتلال الأراضي وضمها وتغيير الحدود الدولية باستخدام القوة وبالضد من قرارات مجلس الأمن الدولي، وهي سوابق خطيرة تهدد النظام الدولي برمته وتضرب عماد المؤسسات الدولية ما يرتب آثارا وخيمة على الإنسانية جمعاء، وإمعانا في التطرف. يستدل الاحتلال بقرار مجلس الأمن رقم 1701 كذريعة للعدوان على لبنان، ويختار هذا القرار وبعضا من بنوده بشكل انتقائي، في حين يتجاهل القرارات العديدة والمبادئ التي لا تقبل الجدل في القانون الدولي الصادرة عن مجلس الأمن، من ضمنها القرارات 242، 246، 252، 265، 297. ونشهد حملة وحشية للقتل العشوائي واستخدام التكنولوجيا لتنفيذ التفجيرات عن بعد دون اكتراث للمدنيين العزل في سابقة خطيرة تؤشر مدى تورط حكومة الاحتلال وانغماسها في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. يقف العراق اليوم بشعبه وحكومته وبتوجيهات المرجعية الدينية العليا مع لبنان وشعبه الشقيق، وهو يواجه صفحة جديدة من العدوان الوحشي المبيت الساعي إلى إغراق المنطقة بالصراعات، وهو ما سبق أن حذرنا منه، وسنمضي بتقديم كل مساعدة ممكنة لتجاوز آثار هذه الاعتداءات. موقفنا هذا مبني على تاريخ من الترابط وثبات عراقي معروف يرفض العدوان والاحتلال ويرفض سلب حق الشعوب في أرضها وتراثها ومقدساتها، ويدين مكررا أي دعم دولي أو تسويغ لمنطلقات المعتدي. كما نسجل الاستهداف الممنهج المستمر للوكالات الدولية والمنظمات الإغاثية في الأراضي المحتلة والجرأة في إلحاق الأذى بأفرادها، ومنها وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا في غزة، التي من المفترض أن تكون محمية بموجب القانون الدولي. وأود التذكير بأن هذه التعديات لا تعطل العمل الإنساني فحسب، بل تنتهك أيضاً المعايير الدولية التي تحمي المدنيين والقائمين على تقديم المساعدة في مناطق الصراع.
أن هذه التحركات الأخيرة للاحتلال تبتغي تهديد استقرار بلدان المنطقة عبر إشعال حرب إقليمية واسعة النطاق، وأن العراق بصفته عضواً مؤسساً للأمم المتحدة يأمل بأن تحقق هذه المؤسسة الأهداف التي تأسست من أجلها في حفظ السلم والأمن وتجنيب العالم مخاطر الحروب والمآسي التي ذاقها على مر التاريخ. اسمح لنا أن نعبر عن خيبة أملنا إزاء عدم نجاح مجلس الأمن والمنظومة الدولية في الوفاء بواجباته. السيدات والسادة، نلاحظ زيادة كبيرة في جرائم الكراهية والتعصب التي تؤثر على أمننا واستقرارنا، ونحن بأمس الحاجة إلى التعاون الدولي من أجل إشاعة روح التسامح والاحترام المتبادل ومكافحة خطاب الكراهية والتمييز والعنف الذي هو في تزايد مضطرد حول العالم، حيث نرى أن أحد أوجه خطاب الكراهية البارز هو تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تقوض الجهود العالمية لتحقيق السلام والأمن والتعايش، وتهيئ الأجواء لهجمات تستهدف قيمنا الاجتماعية والأخلاقية التي هي جزء من وجودنا الإنساني. ولذلك أدعو الأمم المتحدة إلى بذل جهود أكبر لتعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان المختلفة، وأؤكد على ضرورة تعزيز الوحدة والوئام في مواجهة الاستقطاب المتزايد، مع التأكيد على ضرورة وقوف قادة الدول ورؤساء المؤسسات الدولية ضد التعصب الديني والكراهية. أصحاب السيادة، أما في العراق وعلى النقيض مما تقدم، فهناك تطورات طيبة، فالبلد الذي احتل داعش ثلث أراضيه وكان الكثير من المراقبين يرى بأنها كانت نهاية العراق الذي نعرفه، اليوم وبعد 10 أعوام يشهد تنفيذ خطة شاملة للإعمار والتنمية وإعادة الحياة إلى المدن، وترتفع المباني العالية والبنى التحتية ويعم الأمان. ولا زال أمامنا الكثير من التحديات الأساسية في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والبيئية وتنويع الاقتصاد، ولقد خطونا خطوات كبيرة في مجال تحقيق الأمن، وحققنا انتصاراً على الإرهاب، وقريباً سنتوج هذا الانتصار على هذا التنظيم الإرهابي بإعلان مشترك ومهم مع حلفائنا وأصدقائنا الذين وقفوا إلى جانب العراق وساندوه ضد عدو وحشي شكل خطراً على العالم أجمع. وتنصب جهودنا على تعزيز العملية الديمقراطية في العراق، والعمل على ترسيخ العقد الاجتماعي والتلاحم الوطني وفق ما اختاره شعبنا في دستوره الدائم لعام 2005، حيث قد نظمنا انتخابات مجالس المحافظات والتي كانت معطلة منذ 10 سنوات، وبعد أن تعرقل تنظيمها في كركوك منذ عام 2005، والآن بصدد تنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق. وجهودنا مستمرة في تعزيز علاقة الحكومة الاتحادية بحكومة الإقليم وبالحكومات المحلية في المحافظات وفق ما رسمه الدستور والقانون، وحماية وجود الأقليات والأطياف المتآخية وتأمين احتياجاتهم، حيث أن من بين أولوياتنا هو إشاعة العدل والحفاظ على التنوع في بلدنا الذي نعده من أهم ثرواتنا. سيداتي سادتي، إن أولويات هذه الحكومة 5: توفير فرص العمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفقر ومكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. تسعى الحكومة العراقية إلى إعادة تأهيل الموارد البشرية اللازمة، وأنجزت خطوات واسعة في بناء مؤسسات الدولة وفرض سلطة القانون، كما تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومعالجة الترهل الإداري وتنويع مصادر الدخل وإصلاح القطاع المصرفي والمالي وإدارة التحول في مجال الطاقة ومعالجة أسباب الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي السياسية.